نكمل مشاهدينا مواضيعنا العالمية من كمبوديا، حيث أنقذت السلطات الكمبودية لبوة من منزل رجل حاول تربيتها كحيوان أليف وتصوير مقاطع فيديو مختلفة برفقتها لنشرها على تيك توك. وعثر المسؤولين على اللبوة محتجزة داخل منزل مواطن صيني في العاصمة الكمبودية. هذا الرجل طبعا يقوم منذ أبريل الماضي بنشر مقاطع فيديو له وهو يعانق هذه اللبوة ويرافقها للاستحمام. وللحد من خطورة هذا الحيوان المفترس واللي يبلغ وزنه تقريبا 70 كيلوغرام، أزال الرجل أنيابه ومخالبه. وكتب المتحدث باسم وزارة البيئة في كمبوديا نيث فيكترا على تويتر يقول: لا يحق للناس تربية الحيوانات البرية في المنازل لأن مكانها الطبيعي في الغابة والبرية. أيضا قالت منظمة ويلد أليانس غير الحكومية واللي شاركت في تنفيذ عملية المصادرة، قالت في منشور لها على فيسبوك أن ظروف المنازل السكنية غير مناسبة لحياة الحيوانات البرية، وأضافت أن إزالة الأنياب من فم اللبوة والمخالب من أطرافها يشكل تحولا مقلقا في نوعيات حياتها. طبعا لاحقا نقلت هذه اللبوة إلى حديقة تابعة لمركز إنقاذ الحيوانات البرية في مقاطعة تاكيو جنوبي كمبوديا. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.